بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي نا بدنا نتل إن شاء الله نا كتاب زاد المرأة المسلمة نختار لهم بو أشياء مجتمع سخصة وضروري قريو مجتمع لبو أشياء جن ما نسبت ند قدو لبها قندنا دي بوم شهرهون وريو حقستنا كون دي بوم بشكل يومي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نين ورنا قلنك يا أحكام الطلاق، أحكام الطلاق ورنقن طلاق طلاق بارستنقن فلان يا خينات باروخ فلانا بارستتي فلانا نلانس جربة لي ثم مباروخ ولا أرستو قنين خينا بارستري. طيب الطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه، معنى النكاح عقد النكاح نخون نشوقن ننشوانيس بربرنقن ننشوانيس انكنقن ني حكومة ورنقن ني حكم أحوال شخص نا نين اختلافوا اختلاف ظروف ود وأحوال ود، يختلف باختلاف الأحوال والظروف فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما أم كحال الشخص. زواج طلاق يعني طلاق أمك واجب، طلاق أمك كدو نسانك مستحب، وطلاق أمك نسانك كدو مباح، وطلاق أمك مكروه، وطلاق أمبوك كدو محرم. نا أمكنيل وهبا أكاكون ديما من طلاق نا بارنانين واجب وهبا أكاكون، مستحب وهبا أكاكون، مباح وهبا أكاكون، مكروه وهبا أكاكون، مقروه محرم حرام وهبا أكاكون. طبعا واجبر نيتو ويحقون قابل يخون ديب كدو نرتو رنك معنا واجب ني إنقط أكاكا خولا ما لا يتم الواجب إلا بينين، يعني مستحبر سنة سنة جم مشكلة أخلاق إسلام اللو نيشان مباح جرب رانها جرب قرانر كم أنت جرب سكان مكروه قصبهم باخد يبو وري جرب سكان أكان لي سنك كده حرام ممنوع نهاي أكاه قن دين حرام على استحقون نين أم كان طيب حكمتني قراني جن حكمته حكمة الطلاق قراني من محاسن الدين الإسلامي، فإنه فيه حلا للمشاكل الزوجية عند الحاجة، يعني مشاكل الحياة الزوجية الأكاو لين لا أكو أنا خوينا دي نقول ودير ما نقول استمرار حياته خواني جدا بعلاقة لصفة نقرأ أخرى دمبي قدنا دي إنكليدي حبندي احترام دي شورد دي إنكليديسي خير در أعتدر أخ دمبي نا بارنا كده لا حق أدب نيجوجت فرن إحساند مشاكل إنقد نين جوجتك يا حقن، وإن كان أبغض حلال أكونسك يعني شيء ما درت حصلك ديبو لنقبر سرقه فانترسكم كو، لكن نين درس حروانا كان نين حلقن وريق نين كدو ما قرحت أكاو خير أكاو، يا لعل الله يحدث يعني لمكن الله سبحانه وتعالى نيدنبك يغني الله كل من سعته نيدنبك الله سبحانه وتعالى واسع كني رحمتر الله سبحانه وتعالى نيسن كده همكن وكل نرتير كدو أكون نيدر كده نرسم كده يمكن وكله لاجش من برا أن حياة تعمدي لذدي تعمدي وأني جيدا بي جارح حال أكون سقسي كله مشكلة تد. طيب الطلاق السني يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تقضي عدتها سني، من حيث العدد من حيث عدد طلقها واحدة أو طلقها طلقة واحدة، ومن حيث الوقت طلقها في طهر لم يجامعها فيه نين طلاق سني. طلاق سني بك طلاق بدع بك الطلاق السني جماعا قد أخوينا طاهرة وانترون سكنان العادة لد انقاردو ورؤو خاردو ننفاس لدفر وانترو وري عادة انترو لقر ونرتو لد انقاردو طاهرة وانتر جامع قيلة طاهرة آخر ونسك انت طالق يان لما طلقت الأرض طلقان لنا ببارس تحرقان انت يان لا نين طلاق سنن وقت لي رخن عدد لي رخن عدد لا حقن سيخو مرات انت طالق لا وكد يقيل لا انت طالق يقول لا وقت لي طاهر وانترونسك من الرحيم بارسترور اكسترور لو متان.
نين طلاق سنة نستنقل. الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للشرع. دينا موافق الشرع جن لازم طهرت لاختشاط أخوينا كده وقت مناسب آخر شاف ان طلاق كده إني عدد رأخن إني وقت رأخن نين جوجد أخره شاخ. طيب دين خي طلاق البدعي إن شرع سخالفه حقن وهو ما كان على خلاف الطلاق السني خلاف ندي وقت مناسب آخر يعني جامع الله وأن تونسك نقول دوقة أستقري أنت طالق يا كله مبك ما دي بقول لا لا ما دي بقرست أو خلاني قد قرمهم بتين أو شخص ما شخص لا ما ورا كده لا وقت كده أنت سيخوس كبارس ترى هاجين يا كله نين نو تكمل مخالفة مبك ديهم تفاصيل اللي قابينه قن ديهم نا نسونيها يكون عدد لير موافق آخر شاخ كده إن وقت لير موافق آخره شاخ. طيب إن طلقها ثلاثا بلفظ واحد مثل قولي أنت طالق بالثلاث بدعي في العدد نين بدعت جن بدعت عدد لجن لا وكز لا جملة لي أنت طال أنت سيا خص بارس طلاقين يقول لنا نين بدعت جن والعياذ بالله كذا يقول لنكو يعني أنت بارس طلاقين بارس طلاقين بارس طلاقين بارس بارس طلاقين يقول لنكو سيا ما سيا خوا مرة لا مجلس لي ودنيا غير إنسانك بدعت جن كده نفاس لو أنترون نين سنك وري دورة وانقلة نين أكلها لازم يعني وقت لي جنين يعني أخوينا كبني أكرون سك بارست لكن يقول لا بارستجي نوكدني مناسب أخلا كده نعدد نور وانقلة كده نوكدني وكد وكد بدعي رجن نعددا ننعجبني أكون ديو بدعت عدد لير أكونكو الطلاق البدعي عدد لير أكونكو وقت لي راكم عدد ليها لا وقت سيخوينا وقت ليها عدد وان ترقلا وري كبنا أكرون سك نفاس وان أقلا أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يبين حملها بدعيا في وقت يحرم على الزواج من أن يطلقها كذلك بدعا كذو جامع الله وان سك وانا اطرق وان أقلا كذو نينهر كذو بدعا تقن إذن سيخوة كانوا بك ناوكدنين لطلاق أخرى ديبهم شخلاني ولن كبن وان تروس ينغري عدد وان درغلس يخوري جماع دنبي نا نين وقت مناسب أخلا ان عدد سيخوينا لا وكد لكن. طيب ندنبي جمهور علماء ينون كنوخ انطلاق بدعيرا عاكب رغم المخالفة المقديبو لأدونتك حصلك تنكو الطلاق الرجعي وهو أن يطلق الزوج امرأته طلقة واحدة وله مراجعتها ان رقب ما دامت في العدة وذا الدنبي طلاق طلاق رجعهم بوك نين ناين قابني وديبهم الطلاق البدعي والسنك نا الطلاق الرجعي نين لا طلق الطلاق أن تطالق جنران لا عدة لو أن ترون سك راجع رور لا عقدر انقد مهرر انقد نين نتراهقن كودو حقن كودو شارعقن لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير ضرورة قال صلى الله عليه وسلم وفينا طلاق طلبته بارنا طلبته جائز أخلاف كنكون مصطفى صلى الله عليه وسلم ورنقنا حديث نيس لأخوانا واسلو أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمكو النبي قن يهو أنتباه وسوينا وينشان ينوكين ينقاق ينقر واسلنا موضوع نيس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة نيقي ردك حرام قندي بل لا سبب من قد أخينا خلاص وره هوس انتو لو وره وهم انتو لو وره شيطان وره قدامك أخن وري نشوره وقال وساوس ولا نهي وري دخني نيسن كيدا قردي أنان قنعي قران الدم بير نيد مكة في راكم انتو نهاية راكم قال ينا وسوسنا ولا ندين لشي راكم باو ننقاقين ونانابلين ونا وساوس تيقناك خانات لي ساسعب نور ندير ونقاعدين ندير ونقاعدين ونقود نور لابد نور جربو ما شيطان حبرته ان اللي نسجر وس قبا برو ان لاود قرون اللي ان حلال خرتهم بلري قرون في خد خارده شيطان ستا ليرو ان طلاق جربك يلري نيني مشكله نرق مشكله جن النبي صلى الله عليه وسلم يق اي امراه سالت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليها رائحه الجنه إذا بكذا لا يحق للزوج منع زوجها لا يحق لزوجة منع زوجها من الزواج بغيرها إلا إذا خافت أن يجور عليها أو لا تستطيع البقاء مع الضرة فلها طلب الطلاق للحاجة وإن صبرت واحتسبت فلها أجر ذلك
kodo ogina khantagin shar sanawriyo khant rakum rak khantagiran rangad nin mana sababna haq shakhlani itol lakin niri aman bartiya garasal jarabalir yiran garasagar angar fitnatur qadan ashkar qadan fi qad lama garasagan mat alaks talaban haq shakhti asbar danga khair ajran rogdiba asliya la yajuz نرانسي مانع تولك خان تجي تول. طيب عدد الطلاق الثلاثة فإن طلاق فإن طلقها ثلاثا طلاقا بائنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير سيخو باران لا باران لا ما وانتسان ما باران لا سيخور دنبي سيخور طلاق دنبي أول مرة بارول لا وانتسول ما باروخ لا ما سيخور دنبي نقو ينين سيخو مرة بارستراري إن نلاغن وانترتو عكالا غلا إلا كخان سري ريخ قرويلد خانتلا توديبا غنجنردي اكستونيني اخوينا اختي تماما ندمبك بارسترن ما خانتن لا ني خانترو متان بارستر احغريخه ني لاوت باران لا ندمبك ممكن خانتت لكن اخوينا سيخص بارسترن لانلين روكد وانترلان منطلق هو هذا فان طلاقه يقع ما دام اراد الطلاق لا وعبد الورثه كيس غير ولا جليسير ان نستكوي ارجليو بارخونيان نا طلاقنين لبق نا بارنين داري شيء بستي. طيب ونرجع سنة لدك وذا يسن الإشهاد على الطلاق ويصح الطلاق من غير شهود. يعني لازم ور شهود وأن رشاق ورني لود بارخونيان مع اعترافاً شهود كذا شرط أخلاني. يعني لكن أشهدن تكحون أشهدن كذا لود بارخونيان نينر كذا لبق. الطلاق البائن ورنا قلنا فنين بائن قلنا استرري الطلاق البائن ورنا قلنا طلاق البائن هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائيا خلاص ناخذ نقرأ طلقوا خلا طلقة أولى ورد ثانية ورد ثالثة آخر ما خلاص ني اسمه تبرر في عدة نروخ أنتهيوخ وانتسجيل له نيني خلاص أخوينا أجنبية جن حكم نروخ طالق جن بائن جن لا رشا خلا نراندي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد لقاءات انتظروا الواصل نوكم السلام عليكم.